زكاتك عم تنسادي. سعدية زكاتك. جيبي لك وقدي لأنه شايفة النار ناصت لها شوي. يلا على عيني وراسي. هاي حطتين أهرمانيات. يسلموا إيديك. عمتي الله يوفقك الله يخليكي. هلا بس يجي ابن عمي قولي له اني انا اللي سويت الاشي. الله يوفقك عمتي الله يخليكي. معقول انت يا سعديه؟ مو معقول ابنه. لك ليش هيك مولدانه وعقلك صغير؟ يا ستي رح اكمشه لجوزك وقول له سعديه شوف هي اللي طبختها للاشي وانه انا وحماتك قال يعني من عليكي تشريفات كومندا يعني انسريتي. لك ان شاء الله ان شاء الله بتنسري بانوار سيدنا النبي ويطعمك حجه يا حق. امين يا رب العالمين. صح يا عمتي ان شاء الله ناوية السنة تروحي على الحج؟ والله يا سعدية هالسنة ما في لاحق اني اروح على الحج، بركي ان شاء الله السنة الجاية ان الله احيانا. الله يطعمنا حجة يا رب. سمعت انه ابن عمك عمر بده يحج مع امه السنة، مزبوط؟ هيك عم يقولوا. وليش قلبتي خلقتك لما انا جبت هالسيرة؟ لانه تقبريني والحكي ما بيطلع لبراها. سعدية انت بتعرفيني منيح، لا لي نمامة ولا بنقول حكي، احكي احكي. ايه والله تقبريني، بعرف انه ما عندك لقلق او فسفسة واخد وعطى. المهم يا ستي، وقت اللي ابن عمي اخذ ابوه على الحج الله يرحمه، وعدني الحجة اللي بعدها انه ياخذني معه انا ومرت عمي. سولي على حظي، شو بده يحكي الواحد؟ ضلت مرت عمي توز وتوتوت براسه لحتى قلبته عن اخدي معهم عن الحج. شوفي سعديه لا تجيبي معدل حماتك بكلمه هيك ولا هيك، بزعل منك. ها حمايه غيره صار لك عندها كل هالمده وما كنتي تعرفي تجيبي لهم شقفه ولد، كانت جوزت جوزك وجابت لك ضره على البيت. اي مو بطيبه ما عم تجيب لي ضره عمتي، لو بتحسن ما قصرت. وانتي بتعرفي ليش. هلا حاجه حكي بلا طعمه، كملي فت الخبزات لبين ما انا اروح اتوضى وصلي الظهر. اوام لشوف. ايو قال مين بيجي مع العروس غير عمتها وخالتها وسبعه من حارتها؟ انا الحق علي اللي حبيت فش قلبي لام صادق. روحوا تضربوا انتوا هالعيله كلهم بيلفوا على بعضهم.